ودابا هادشي من ضد العيد المبارك سعيد تعيدوا بالصحه وتعاودوا بالصحه والعافيه للجميع. جينا اليوم كان في كل عام كنجيو ندير سيدي بوعبيد هذا يعني هاد المطلع هذا زعما بروفيسيونيل الناس كتفهم تعاود تشوط الرجل. الجو ما كاين الامبيانتي دابا الامبيونس كاين احسن من العام الاول دابا ومنظم هذاك الشيء كنشوف البوليس دايرين الشغل ديالهم امور مزيان وهذاك الشيء عاود الغسيل هنايا ما كانش كيعملوا الغسيل لا الاثمنه رخيصه تمشي تشوط الليل تمشي الليل عاد يطرطقوا لك ويحرقوا لك وما كاين والو تعيدوا بالصحه ولهنا اللهم اغفر لنا ولكم الجميع ولكم مباشر مبروكه تعيدوا تعاودوا كما كتشوفوا الاجواء طنجة كيف العادة دائما كتكون هيدا الدراري عاوتاني د الحوماس هنا كتعرف كتشوط كتغسل كتسكسي في العالم والاجواء د العادة جباري عاوتاني حاضر ناضر جباري قول له شي كلمة قول له هاد العام هاد العام تنقول لك صراحة الغلا كنخاو اي والله هاد العام هذا كان الغلا الخاو الله العاد عام اللي فات كنا كنقولوا الغلا ولكن صدق دابا هاد العام هذا كثار من العام اللي فات نطلبوا الله الخير والسلام من العام الماشي ان شاء الله يكون احسن من هاد العام هذا ان شاء الله يا رب الاجواء ديال هاد العام هذا مختلفه شديتو على العام اللي فات كلشي الحلاوه ما بقاتش كما كانت هي مشاويه كتنقص العام اللي فات راه كانت الحلاوه زايده على هاد العام العام هذا نقص خاويه العام هذا سمعنا الثمن نقص على العام الثمن نقص علاش على الدراري كتشوط عاود فهمتيني كتعذب والسلام فهمتي الدراري كتعامل والسلام فهمتيني اي واش عاد نطلبوا الله الخير والسلام اخاو ديال كاين شو الدور بنادم كشعامله حتى شي حاجه هذا العام كاين عارف مره ما كايناش شي رز بزاف بحال العام اللي فات اخاو العام اللي فات كان كان تبارك الله هنايا اخاو كاين بنادم معايد كاين بنادم معايد كاين عارف العام هذا مره كيف مغاربه عملوا الخير في بعض هي تكون اخوتي فاش تجبره